بسأل أو عندي سؤال واضح جدا في جزئية تعاون الجنوب جنوب. النهاردة أعتقد فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا 2063 أو التعجيل بتحقيقها يتطلب التعاون بين الجميع. في تقديري أنه التعاون بين الشباب الأفريقي يحتاج إلى آليات جديدة وآليات حديثة. عايزين نتكلم في هذه الجزئية وعايزين وجهة نظر حضراتكم ورؤيتكم وإطلاعاتكم في هذه المسألة، النقاط اللي ممكن تكون مثمرة في هذا الجانب. وأنا أتصور كمان أنه في بعض من الشباب في أفريقيا يحتاج إلى المعرفة بهذا الجانب، كيف أن ينخرط في العمل الأهلي أو المنظمات المجتمعية أو العمل السياسي، لأنه بالنسبة لهذه الأهداف العظيمة واللي احنا كلنا بنتمنى تحقيقها والرؤية العامة لإفريقيا اللي احنا نتمنى أن تتحقق قريبا، محتاجين أنه إزاي الشباب ينخرط في العمل السياسي والعمل الأهلي. وأعتقد دي جزئية مهمة جدا محتاجين نسمعها من حضرتك. شكرا جزيلا. Okay, thank you for that. So just to confirm with regards to participation of young people within politics and civics. أعتقد أنه من المهمة وأحد القضايا التي علينا أن نتعامل معها كشباب، وبالرغم من اختلافاتنا السياسية كيف يمكن لنا أن نعمل معا وأن نجد مصلحتنا المشتركة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. هذه النقطة غاية في الأهمية لضمان العمل بالرغم من الاختلافات السياسية من أجل مصلحتنا المشتركة وفي التحديات التي تواجهها الشباب. أعتقد أن علينا أن نقوم بتشجيع الشباب على الانخراط في السياسة كما رأينا داخل إفريقيا. عندما يتعلق الأمر بالسياسة ثم الكثير من التوترات والعنف، ولكن ما نحتاج قيام به هو تغيير هذه الثقافة. وكشباب عندما نعمل معا بالرغم من تلك الاختلافات نحن لدينا مصلحة مشتركة فيما يتعلق بالتحديات المشتركة. ثانيا يجب قيام بحوار ما بين الأجيال، فعلينا أن نتعلم من الماضي وأن نجري تلك الحوارات. ومن المهم أن نقوم ببناء تلك المنصات التي تمكننا من بدء الحوار بين الأجيال المختلفة، ولكي نتحدث فيما يتعلق بدفع قدما بمزيد من الشباب داخل مجال السياسة. ثالثا، أؤمن أن التعليم مهم، تعليم وتثقيف الشباب حول الانخراط. آتي من القطاع الخاص وهذه فرصة حديثة بالنسبة لي، فبالتالي فإن هذا السؤال أثيره داخل حواري. فالشباب مؤهلون من أجل الإمساك والاطلاع بتلك المناصب العامة، وعلينا أن نساعد الشباب على تقلد تلك المناصب واستغلال هذه الفرص. يجب إتاحة هذه الفرص للشباب داخل المجالات السياسية أكثر من الماضي. تلك الأسئلة بالإضافة إلى إيماني بتقديم الحلول لمساعدة الشباب على الانخراط داخل السياسة، تلك هي الأمور التي أعتقد تساعدنا في هذا المجال. المضمار.